Welcome to the Startup Grind. So أول شيء حياكم الله بأبسود جديدة حلقة جديدة نسميها حلقة لأن it's actually مسجلة بس by the end of the day a new session من Startup Grind it's in a Google entrepreneurship or Google powered by Google entrepreneurship definitely طبعا مشكورين سرداب لاب لأن this is the place to be بالكويت إنه again Google cannot be founded here in Kuwait unless it's سرداب لاب so thank you سرداب لاب All right. ضيفنا اليوم ايضا ما راح اعطيك ما راح اتكلم عنه وايد لان تكلمت عنه وايد راح احرق التويست بشخصيته بس خليني اقول لكم انه هو هيز ا بوليتيكال ساينس جراد صح عدل عبدالوهاب خريج علوم سياسيه من جامعه الكويت ومقدم برامج سياسيه مقدم برامج سياسيه وعندنا بالانتربرنور شب هني هذا التويست وهذا اللي راح نتعرف فيه عبد الوهاب عارف العيسى حياك الله عبد الوهاب معنا في سرداب لاب الساعة المباركة انتم المشكورين على الدعوه وتشرف يعني اني اتشارك معاكم اليوم شرف لنا يا عبد الوهاب اوكي عبد الوهاب قبل لا نبلش بس خلني قبل عندي هذه توصيه من الكل اي واحد شافك سواء بالتلفزيون او بالسوشيال ميديا يسالني نفس السؤال عبد الوهاب ليش ما يضحك انا يمكن انت تعرفني يعني وهذا مو طبيعتي الشخصيه ولكن بحكم عملي في مجال الاعلام السياسي وبحكم يعني جديه المواضيع اللي نطرحها في الاعلام سواء كان عن طريق البرامج السياسيه او عن طريق مواقع التواصل فهي بطبيعتها جديه وايضا اضيف عليها مع الاسف الشديد الواقع السياسي الكويتي في السنوات العشر الاخيره بالتحديد ما كان جيد وبالتالي ما في منطق ولا في يعني حصافة أن الواحد يطلع ويتبوسم صحيح. على الهواء طغت الأخبار السيئة والسلبية علينا كبرامج سياسية وعلى الإعلام السياسي الكويتي وبالتالي هذا انعكاس طبيعي لطريقة أدائنا كمقدمين بالإضافة إلى أني أنا بدأت النشرات تقديم النشرات الأخبارية في عمر مبكر جدا صحيح 17 سنة أعتقد أو 16-17 و وهذا الامر يمكن شوي ازعج بعض يعني المخضرمين من مقدمي نشاط اخباري في الكويت صحيح وبالاخص في تلفزيون الكويت وشككوا في مصداقيه الخبر اللي يطلع من طفل او من شاب صحيح. مراهق يعني شو ممكن يعني واحد عمره 16-17 سنه يقول حق الكويتيين شنو صار اليوم في مجلس وزراء ولا شنو صار اليوم في مجلس امه يعني تعودنا في تاريخ الكويت كله ان واحد عمره 40-50 سنه هو اللي يقول لنا ايش اللي قاعد يصير حتى في القضايا الإقليمية يعني فكنت أتعمد يعني أثبت جديتي من خلال التكشيرة لزيادة صحيح عساس الناس يعني تحاول تصدقني صحيح وسبحان الله يعني الكويتيين غريبين مرات يعني تلكش وياك أمورته ما حبوا المنفس أكثر ما حبوا اللي يضحك اللي يضحك والله الحمد لله توفيق من الله سبحانه يعني تمام زين الحين احنا بس راح نبلش فراح ايه ناخذ كذي راحتنا زياده وياك على الباب اخوانا متعرفين ايه عارفين بعض يعني بس راح اوريكم هم بعد شخصيه عبد الوهاب يعني عبد الوهاب اللي يقعد بالديوانيه يقعد بين ربعه وبين هذا ما له شغل مع عبد الوهاب اللي تشوفونه انتوا على شاشه التلفزيون يعني هذه حتى كذي انا مو انا متعود على عبد الوهاب ايه وايد رسمي بالنسبه لي زين عبد الوهاب شنو علاقة عبد الوهاب والبرامج السياسية والإخبارية بشيء اسمه فورك وشنو فورك؟ فورك ندري إنها شوكة بس شنو فورك بالنسبة حق عبد الوهاب العيسى؟ أوكي الإجابة الرسمية هي فود أند بيفرج انفستمنت كومباني تمام شركة عندها بوجت تستثمر في الستارت أبس تمام فول ستوب تمام نو زيرو أوبريشن المو رسمية الصجية ويقول يعني كنا قاعدين في ديوانية قبل
خمس سنوات وكانوا ربعي في الجامعة، كلنا تونا على وشك التخرج يعني. صح. ربعنا تعرف، فكانوا يشكون بأن احنا الآن يعني جامعيين والرواتب اللي احنا مقبلين عليها ما تكفينا لي آخر الشهر، فكنت أشاركهم الحديث وأيد وجهة نظرهم، فكانوا ينتقدوني بأن أنت موظف في الوطن وراتبك يعني قوي، هو مو قوي بس ما شو افترضوا أنه قوي، وأن يعني لا تقعد تكلم ويانا، خليك جابل تليفونك وخلنا احنا نشكي بروحنا يعني. فقلت ما مو صحيح، وأي واحد مهما كان راتبه قوي ينتهي في آخر الشهر، وسبحان الله يعني حتى لما كنت أخذ رواتب من 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 شركتي مثلاً اللي هي يعني أحسن من السابق، كلها بالنهاية مهما كان الرقم ينتهي آخر الشهر. سبحان الله ما أدري شنو النقطة ويا الراتب الشهري يعني، وكله يكفي والله الحمد يعني، ال 100 دينار ولا ال 1000 ولا الثلاثة ولا الخمسة ولا الستة أيا كان المبلغ يكفيك، لكن يخلص يعني. ما أدري شلون هذه معادلة الرواتب، مشكلة عندي أنا ولا عند الكل الله العالم. فقلت لهم حتى في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ما أبي أنقله حرفيا على أساس يعني ما أخطئ فيه، بس بما معناه أن تسع أعشار الرزق من التجارة. سبحان الله ديننا الإسلامي هو اللي كان يعزز فينا روح المبادرة وروح المجازفة وروح الخطوة الأولى، والدليل أن أكثر ناس مرتاحة اليوم في البلد مو أصحاب الراتب العالية يعني. شوف إحنا وزارة، ترى في بعض الوزراء مو مرتاحين مع راتبهم 2000-3000 دينار، ولكن قول له اشتر فراري ما يقدر يشتري فراري، وهو وزير إذا كان يعني وزير يعني. صحيح. إن شاء الله يكون نظيف يعني، ما أتكلم عن الحالة الثانية يعني. لكن ما يقدر يشتري فراري مثلا على سبيل المثال وهو وزير. نفس الشيء على 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 يعني حتى قيادات القطاع الخاص اللي يأخذون بونسز بالهبل آخر السنة. صحيح. ما يقدر يشتري بيت مع تضخم أسعار العقار. فقالوا لي زين شو نسوي يعني شون؟ قلت لهم يعني نسوي أي شيء، يعني أي شيء يدخل لنا فلوس غير رواتبنا. شكلهم مثل شنو يعني؟ عطنا فكرة وإحنا نسويها. قلت لهم يعني كذي بالضبط، لا دراسة جدوى لا يعني ما أكو شيء يعني. قلت لهم هومبري. شكلهم شنو هومبري؟ قلت لهم الحين مو صحيح في بينك بيري. قالوا لي زين. في هالأيام كان بينك بيري طوابير يعني، اللي كان توه مبطل بالأفنيوز والطابور اللي يوصل لكريبو كان في هالأيام. قلت لهم شفتوا الطوابير؟ قالوا شفناها. قلت من يوقف الطوابير؟ الناس. قلت لهم الناس سواق الناس. صح. سواق الناس هم اللي توقف الطوابير. صح. شوفوهم. قالوا لي زين. قلت خلاص سوي رجع فكرة القديمة هذه مات الباصات الأيس كريم وقفت في البلد وما فنسوي هومبري اللي هو يعني احنا ما نقدر ننافس شايع، ولكن خلونا نقفز حق ماركت جديد. الماركت الجديد هذا ما فيه منافسين ونبي نستحوذ. كنت اقولها يعني شفين ما ادري ان قاعد كلامي صدق خرطي ما ادري، بس كنت قاعد اتخيل كومن سنس يعني، كنت اعتمد على الكومن سنس في اني اسوي هذا الشيء. والله الحمد يعني احنا كنا ستة صملها وياي واحد وقلنا اول اتفاق ان احنا بنحط فلوس عشان نخسرها وعشان نربح، احنا داشين البزنس عشان نخسر. صحيح. اللي مستعد يخسر ويانا، اللي يبي يربح لا يجي ويانا. صح. هذه الكلمة أعطتنا بوش يعني إن إحنا بدم بارد يعني. إحنا ثاني يوم خذينا قروض أذكر 10,000 دينار شيء كذي، ديك الأيام كان يعني مو شوية علينا، لحمة خرجنا من الجامعة 10,000 دينار عليك دين واللي تسلف منها هلا وكذي، فيعني بس قلنا إحنا بنخسرها ودشينا في المجال والله الحمد يعني توفقنا. بعدين صار يازت لنا السالفة ومطعم مرة مطعم. بعدين قلت انا يعني بعدها اسست شركه سوشيال ميديا وحبيتها اكثر واستانست عليها اكثر وقلت ابي اجابلها اكثر، فقلت انا بطلع من الاوبريشن مال المطاعم لان هديك واجراءات الدوله مزعجه، يضيع وقتي عشان اجدد ليسن ولا عشان اجدد دفتر، بالمقابل انا بالسوشيال ميديا ممكن اسوي لي عقد 5,000-6,000 دينار مع نفس الشخص المعني في تجديد الليسن. صحيح. فقلت انا شقه حرق علاقاتي اللي انا قدرت اكونها بالاعلام عشان اجدد ياسن. اوكي. صحيح. سواق الباصات مع احترامي اكونها في مشاريع اكبر ارسم لها. وبعدها سويت فورك، قلت انا بسحب اسهمي كلها من المطاعم اللي احنا اسسناها وبحولها باسهم فورك
صارت فورك هي فود اند بفرج انفستمنت كومباني تستثمر مع اي 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 فكره جديده موجوده في الكل بس كل الافكار هي فكرتنا احنا وربعنا يعني صحيح نقعد بالقهوه نالف شيء ونجازف ونخسر اكثر مما نربح صحيح لكن المحصله النهائيه اللي يربح يربح عدل فتسوى عنوتها يعني صحيح تمام هذا بالنسبه حق فورك عبد الوهاب زين انا شويه بس ما انا مرتاح بالقعده ترى لا لا قاعده اي صدق مو ما انا مرتاح اني عشان بقعد كذي وبحط هذه وجاب العدل الحين يلا زين اوميديا وهاب اي اوميديا او شيء في احد سامع باوميديا من قبل يا تدرون شنو اوميديا الانستغرام اوكي اوكي تمام الحين راح على راح اخذ اللي انت تفضلت فيه وراح اسال عبد الوهاب عبد الوهاب صج هذه الفكره بالبدايه يوم متى قلت بسوي شيء اسمه اوميديا اوميديا مشاهير اي اوميديا سلامك الله انا بعد ما تخرجت من الجامعه عينوني الوطن في الجريده كاداري وهني كانت بدايه الـ يعني طفره الـ مواقع التواصل الاجتماعي وبالاخص تويتر. صح. وخلال هذه الفتره صارت لي سالفه انا كتبت كلمه خطا بحق الشعب السعودي. صح. وكان اسمها بقايا حجاج ما يفوزون كنا قاعد نلعب ضدهم في بطوله الخليج. صح. وقامت علي الدنيا. يعني العربيه غطت قناه الكاس ساعتين ونص شتم في وهاب تصاريح نواب هاشتاج عبد الوهاب العيسى طاف كم كارديشن واوباما في الميدل ايست والنورث نورث افريكا. فقلت انا يعني طبعا تضايقت ولان مو من صدقي يعني كنت قاطع قشمره حق ربعي السعوديين فقدمت اعتذاري على قناه ابو ظبي الرياضيه وقلت انا اعتذر للشعب السعودي الصغير على هذه الكلمه كان عندي 700 فولور اليوم لله الحمد 300,000 ذيك الايام كان 700 وكان الكويتيين ما يعرفون تويتر نسمع عبد الوهاب العيسى قايل شيء غلط بس وين قايل ما احنا عارفين فانا قلت هذا اللي جاب لي مليون شتيمه يجيب لي مليون دينار صحيح بنفس القاعدة دام اني وصلت حق مليون شخص وانا عندي 700 معناتها اقدر اطلع من كل شخص دينار صحيح وانا كنت حاقد حزتها وحدي محتر وابي انتقم بطريقة غير ذكية وبنفس الفترة هذه كنت وايد يوني ربعي مثلا عبد الوهاب تكفى عندنا يوتيوب ننزله عندنا فصار الناس توسط لي يعني يطول مني واسطة عشان أنزل التغريدة أكثر ما أتكلم عنها بالوطن ولا صحيح. أتكلم عنها فاتصلت على مجموعة من ربعي عبد الله بوفتين مايك مبلتع خدمة إخبارية اسمها سراي نوف المضيان لما كان زميلتي في تول الليل وشكلنا فريق من خمسة هالخمسة قلنا خلينا نجرب هذا السوق ما حد سواه يعني ما حد اشتغل كذي في الكويت صحيح. وكنت أصلا خايف إني أسويها شركة يعني كنت أخاف أفشل يعني فقلت انا بسوي بروبوزل عادي حتى سويته بالقهوه ناصر مطور سوالي تعرفون ناصر مطور هو سوالي كانت اسمها تويت ميديا صح فقلت انا يعني بستغل شهرتي الاعلاميه في دشتي على الناس حيث ان الواحد يعني حتى لو ما يقتنع بس عشاني يعني عشان لا يردني مشي لي اياها بالفعل رحت حق فيفا ورحت حق زين ورحت حق بيت تمويل حق ثلاث شركات فيفا وافقوا ودخلنا 20,000 دينار من داي 1 وبعدين سوري وبعدين بيت تمويل وافقوا 10,000 دينار انا ما سويت شيء دخلت 30,000 دينار قلت ستوب الموضوع صجي مو غشمره كان اروح واسس شركه اوميديا وانطلقنا والله الحمد وكبر البزنس واحنا اليوم يعني من اكبر شركات مواقع التواصل وعملائنا نفتخر فيهم من حكومه الكويت الى اصغر مطعم يعني تمام عبد الوهاب على طاري حكومه الكويت ايش صاير بالديره وانت شنو مسوي بالديره اللي اشوف اسم عبد الوهاب العيسى بتويتر يعني تذكر هذه سالفتك مالت السعوديه والى اخره اليوم عندنا نفس المفارقه لو تشوفون تويتر بالايام الاخيره ايضا الناس بس تهجن عبد الوهاب وانا اشوف عبد الوهاب كل يوم وما سالتك فممكن تقول لنا شنو السالفه شنو فيك يا عبد الوهاب ليش الناس اليوم تردد اسمك
بكثرة. طيب طبعا أنا يعني لأنك سألتني قدام الناس راح أجاوب، لكن أنا كنت ماخذ قرار بيني وبين نفسي إني ما أرد إلا في الوقت المناسب. وأيضا الإخوان في مجلس الوزراء أيضا أوصوا بعدم الرد على هذا الموضوع، ولكن ما لا ما راح أجاوب راح أجاوب. في شاب اسمه المهندس علي بهبهاني، إنسان جدا خلوق رائع، يعني من أحسن الشباب اللي أنا يمكن تعرف شفتهم مخلصين لوطنهم في الفترة اللي طافت، وأطلق أكاونت في تويتر اسمه مشروعي كويتي، وهذا الأكاونت يعني نجم ساطع في سماء العتمة، يعني في لما كان مواقع التواصل الاجتماعي كلها تبشر في السواد وهو الوحيد هذا الشاب الخلوق المخلص لوطنه، فاجأنا بهذا الموقع وأخذوا يشتمون الناس بشكل كبير، يعني مع أنه هو مسؤول عن تنفيذ مشاريع الدولة، صح، وهو بس قاعد يقول حق الناس شوي خلنا نتفائل خلنا نتحرك خلونا يعني. فدزيت له دايركت مسج على قلت له شو بيض الله ويهك وعسى الله يكثر من أمثالك والكابتشر موجود عندي ومستعد أدورك يا الآن، قلت له أبي اسمك ورقم تليفونك، دز لي اسمه ورقم تليفونه. هالحكي شهر 10 اللي طاف، دقيت عليه قلت له أنا أخوك الصغير عبد الوهاب العيسى، أبي أعزمك على فنيال قهوة عندي بالشركة. قال لي والله عبد الوهاب الساعة المباركة. قلت له حياك الله الساعة المباركة. ياني الريال وقلت له طبعا شكرته على مجهوده، قلت له بيض الله وجهك وانت فخر يعني لشباب الكويت وهذا جهد يعني تشكر عليه أمانة. من حضرتك شنو قصتك؟ قال أنا مهندس في وزارة أشغال وأنا مصدقي أحب الكويت وأبي أبشر الناس لأني أنا بحكم عملي في وزارة أشغال فأشوف فأبي يعني أبي أوري الناس اللي أنا قاعد أشوفها إن صدق في شغل لمشاريع الدولة. قلت له بيض الله وجهك. فقلت له أنا عندي مقترح نكبر هذه الفكرة وتكون هذه الفكرة بدل يكون اسمها مشروع كويتي نخليه يكون مشروع حكومي ضخم وعشان نحكر عشان صدق نحكر المؤسسات الحكومية في تنفيذ مشاريعها نحط لهم كام داونز. قلت كلام حلو إن أنت تحط مشاريع، عندنا مستشفى الولادة، عندنا طريق الفلاني، عندنا المشروع الفلاني ممتاز، لكن إذا إحنا كنا بالفعل نبي نضغط على القيادات الوسطى في الدولة ونبيهم ينجزون في الوقت نحط لهم كاونت داونز، كل مشروع كاونت داون ويلا مو يا حكومة تقولون إحنا قاعد نشتغل ها حط كاونت داون، بس كاونت داون كل مشروع موجود الحين newkuwaitgov.com شلون عليه تلقون كل مشروع يما رقم كل يوم ينزل. إذا أنتوا صادقين الكاونت داون وياكم، وإذا هم مو صادقين يا علي وهبهاني أبي يرفضون المشروع. صحيح. أبتدي كمل أنت بطريقك عادي وأنا بشيل قشي وبرد مكتبي. صحيح. وقلت له إذا وافقوا إن شاء الله أنت من المفترض أن تنتقل إلى ليفل أعلى. تمام. أنت بدل تكون شاب كويتي يمسك أكاونت بشكل تطوعي أنت تكون رئيس فريق نيو كويت. وبدل تكون مهندس في وزارة أشغال تكون في مكتب رئيس الوزراء. وأنت الرجل الأول ويكون لك الحق والصلاحية في أن تسحب المعلومات من القيادات الوسطى. صحيح. هو عمره 28 أعتقد أو 27. وقلت له فيها مميزات على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد يعني الترقيات باكر، يعني انت اليوم 27 سنه وتكون في هذا المنصب الحكومي الضخم هذا يعطيك فرصه انك تكون يعني اقلها وزير يعني في المستقبل، وكثير من المميزات اللي انا قلت له يعني في حال وافق مجلس الوزراء على هذا المشروع، وانا شك انه يوافق مجلس الوزراء على هذا المشروع لكن إذا وافق فهي مميزات روعة. قال لي عبد الوهاب بعظمة لسانه أقسم بالله العظيم، قال لي عبد الوهاب أنت أعطيتني أكثر مما أنا كنت أتمناه،
من وراء مشروعي الكويتي. قلت له أنا أقدم المشروع 99% يرفضونه، 1% يقبلونه، صح؟ نقدم ونشوف هل إذا وافقوا بشارة خير، وأنت راح تكون خذيت نقلة يعني ضخمة في وظيفتك الحكومية. قلت توكل على الله. ترك في ورقة A4 مكتبية طبعتها كلش مو بروفيشنال، نسب يعني أدري إني برد. قلت لهم إذا الحكومة بحاجة إنها تضغط على القيادات الوسطى من خلال الرقابة الشعبية، نحس يحسون قيادات الوسطى إنهم الشعب كل يوم عينه على مشروعه، نبي نخلق مصدر رسمي للدولة يراقب يصرح باسم مشاريع الدولة. فلان باق، فلان اختلس، هل المشاريع تأخر، هل المشاريع لا، في عندنا مصدر رسمي هو يجاوب على كل الأسئلة. نخلي الناس تتفائل ونخلي مشاريع الكويت والتفاؤل في مخبات كل الكويتي، صحيح، من خلال تويتر، انستغرام، أبليكيشن إلى آخره. وافق عليه سمو الرئيس، ومن هالمكان أشكر سمو الرئيس على موافقته، وهذا الشيء يثبت ويؤكد حرص سموه على تنفيذ المشاريع في الوقت المناسب. رحنا حق علي قلنا له مبشرك ترى سمو الرئيس وافق على المشروع، بيضاء ما شاء الله ممتاز زين يا يلا بلشنا، سوينا ابلكيشن، ها سوينا بلشنا نشتغل. وقال لي ابي انتقل انا حق 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 الجهاز المركزي لمتابعه الاداء الحكومي، وانا اللي يترأسها الشيخ احمد مشعل احمد. انا ما اعرف الشيخ احمد مشعل احمد، لكن والله رحت له اخذت موعد ورحت. قلت عندنا شاب كويتي اسمه المهندس علي بهبهاني رئيس فريق نيو كويت، نتمنى منكم ان تستعجلون، في انتم كلمينا من قبل، نتمنى منك انك يعني تستعجل في نقله لجهاز مراقبه متابعه الاداء الحكومي تمهيدا لرئاسته لفريق نيو كويت. وما قصر، واعتقد الان انتقل يعني، قاعد اشوف اكاونته بتويتر يسوي لهم ريتويت، يبدو لي انه انتقل. بعد فتره كان عندنا موعد مع الشيخ محمود عبد الله، هذا الموعد اللي كنا نوريه الابلكيشن، نوريه الشغل، لوجو، شنو الكونتنت، يعني نوري العمليه هذه كلها. فبلغت انا قصر السيف بان بوابه ثلاثه فلان وفلان وفلان وعلي بهباني، يعني وكان هو يعني رئيسنا في هذا الاجتماع. وحاولت اتواصل معاه ما رد علي، وبعدها اعتذر على الاجتماع. فرحت لما تكلمت انا قلت كان المفروض يكون معنا المهندس علي بهبهاني، لكن يبدو انه لظروف خاصه اعتذر عن هذا الاجتماع. وعندي شهود على يعني الشباب اللي معاي في هذا الاجتماع يدرون انه كان ويانا علي بهبهاني في هذا الاجتماع. بعدها بفتره تكلم، قال لي كلمني علي بهبهاني، قال لي انا بصراحه حسبتها ومميزاتي ومستقبلي في وزاره الاشغال اكبر من اني انا اكون يعني افضل من اني اكون مع نيو كويت او في مجلس وزراء. تمام، حقه يعني حق الرجال. قلت له بيض الله وجهك ما قصرت. وقال لي لك مني يا عبد الوهاب كابتر موجود في تليفوني، كابتر موجود في تليفوني، ابشر في الدعم الحسابي وشغلكم احترافي وبيض الله وجوهكم وانا معاكم وتحت امركم، والكلام هذا الطيب يعني مشكور ما قصرت مشكور كله مكبشر. الحمد لله يعني والله الحمد ان صار هذا النقاش واتساب ما صار مكالمه هاتفيه، صحيح، عشان انا ما قدرت اثبت للناس. وتسالني الحين شلون شنو دليلك الحين؟ يمكن انا قاعد اكذب الحين، شنو الدليل انا مو قاعد اكذب؟ لو كانت مكالمه هاتفيه ماكو دليل، يمكن انا قاعد اكذب على الناس الحين. لكن اي واحد الحين اطلع انا يقول يا عبد الوهاب بعد اذنك ورني الكلام اللي قاعد تقوله، ابي اشوفه اشوف عيني، اطلع لك كابتشر وقول تفضل. واي واحد الان يعني عنده شك في هذا الكلام ليه طلعنا، يقول عبد الوهاب بعد اذنك ورني محادثتك مع علي بهبهاني راح اوريه كل شيء. سبحان الله يعني نيه صافيه، سبحان الله اهم المكالمات صارت واتساب، سبحان الله يعني ودايركت مسجز، والمكالمات اللي ما كانت مهمه صارت بالتليفون والله الحمد. ريال ويانا
في صفنا أطلقنا نيكول يوم الثلاثاء اللي طاف بعمل وزارة. تفاجأت طبعاً طبيعي مشروع حكومي أكيد الناس تمدح ناس تسب ناس ما يعجبها ناس يعجبها ماكو مشكلة صحيح. ولا مشروع كويتي يسوي ريتويت حق باقو فكرتي الله أكبر ريتويتين ثلاثة أربعة عندي كابتر ريتويت يعني حق أيضا اللي يسألني وحق اللي يعني ما أدري إذا الحلقة راح تنعرض وين يسألني يقول كابتر ريتويت موجود فأنا على يعني أنا يعني كنت فرحان أن مجلس وزراء أعلن بنفسه وأنا كنت متكلم في مجلس وزراء أن عشان مشروع ينجح نحتاج شيئين كاونت داون وتبني رسمي مجلس وزراء بس مو مشروع شبابي حط كاونت داونز من يصدقك صحيح شو الفائدة صحيح مشروع شبابي كاونت داون وبعدين لازم بيان مجلس وزراء صحيح اللي فيه الكاونت داون هني صدق مشروع إعلامي يضغط على القيادات الوسطى ويخلي الناس شوية تتفائل صرا بيان مجلس وزراء طلع يوم ثلاثة يطاف والناس فرحت وفي ناس هاجمت أنا اللي ضيق يعني كدرني أمانة مو الناس اللي تهاجمني ما عندي مشكلة أنا مو قبلت إني أصير شخصية عامة صحيح قلعتي خلاص أنا دامني قبلت أطلع في تلفزيونات وأطلع في تويتر أتحمل الشتم والمسبة لكن أنا اللي كدرني موقف علي باباهاني معي موقف علي باباهاني أبوك فكرتك أنا أبوك فكرتك ما أدق عليك إيش حق أقعد وياك إيش حق أقعد وياك أصلا أبوكها وطير فيها ولا يقدر يسوي لي شيء اللي أبوك كان أدق عليك أقولك تعال تعال صير أنت رئيس علي أنا وعلى فريق نيو كويت صحيح هذا يكون الأوفر الوحيد اللي تعال صير رئيس علي يعني ما في أوفر بالبزنس تعال صير مدير على المدير كل الأوفر تعال أمسك لي الإدارة أمسك لي كذا هذا أوفر تعال صير رئيس علي أنت تامرني لأنك صاحب الخطوة الأولى وصاحب المبادرة وصاحب وإحنا جايين كدعم حلو صحيح. مشروعك نبي نكبره وياك تبي أوكي من الأول عبد الوهاب لو سمحت أنت شكو اجتماعنا اللي قعدنا فيه بشركتي عبد الوهاب أنت شكو في المشروع لو سمحت استريح هذه فكرتي أنا اليوم اللي أقرر أوديها حق السوزرة أنا أوديها مو أنت توديها راح أقول له بيض الله سامحني أنا تلقفت وتقدم لكن ما تقول لي روح انت عطيتني فوق اللي انا اتمناه فرد علي رد علي في المكالمه بعد بالليل ما ابي اقول ايش قال لي لان ما ابي اكبر المشكله لكن الكلام اللي قاله طبعا هو قال لي انت عبد الوهاب رايتك بيضه بيض الله وجهك وبعدين اكتشفت ان في مشاكل ثانيه بينه وبين مجلس وزراء أنا ما كنت أدري عنها. قلت زين أنت عندك مشكلة مع فلان وفلان وفلان شاكل طق مشروع إحنا بانينا ويا بعض يعني طق قهوة ولا طق فلان ولا طق فلان طقنا إحنا شكو إحنا وأكبر دليل على صحة كلامي أنه هو مسح تغريداته دشوا أكاونت الحين الكابترات أنا أوريكم إياها الريتويتات دشوا أكاونته إذا هو مبيوق إيش حقه يمسح ليش تمسح أنا بايقك أحمد. ليه؟ شاكي تمسح؟ لا ما أمسح. ليش تمسح؟ ما راح أمسح. إلا إذا هو مو صحيح الكلام. وبالضبط هذا اللي حصل. بعدين نقل إن أنا مهددة في المكالمة. أكاونتات فيك. أنا ما هددته بالمكالمة. أنا قلت له أحمد قلت له علي إذا أنا بديش معك معركة أنت كم الفولورز مالوتك؟ قال لي 30,000 قلت له 300,000 أحط الكابتشر وأحسم المعركة من بدايتها. تقعد نشتم من الناس أنا سووني ماخذ فلوس وسووني 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 قلت له أنا بس أنا مو جاي أدش مع ترى أحسم المعركة في دقائق أحسمها الحين أحط الكابشرز وكان الله غفور رحيم أطلع باليوتيوب عندي أسنن جريدة خاصة فيني الحين نادي ربعي تحطوا لي كاميرتين وفلاشين وأطلع أقول القصة مثل ما قاعد أقولها وياك وأحط الكابشرز وصيدني عاد أنت هزتها صيد فالريال أمانة اعتذر في المكالمة وقال لي أنا موضوعي مختلف قلت له صار اللي صار والله يسامحك على اللي سويته يعني والدليل إلى يومنا هذا ما أدري متى راح تبث ما تكلم مشروع كويتي
طبعا للاسف ان لما اشوف رئيس الوزراء بنفسه يبادر بهذا المشروع وتينا طقه من الناس احنا ما نتوقعها. صحيح. يعني افهم الناس طق مشروع بس ما طق، بس انا اللي زعلني ان طقياتني من داخل، طقياتني من داخل نيو كويت، طقيات من داخل نيو كويت، انا هذا اللي ازعجني. صحيح. اما اثنين ثلاثه بتويتر يسبوني ما عندي مشكله، ما تفرق معك. هذه قصه نيو كويت، ونيو كويت بالله الحمد 18000 اليوم يتابعونا في الانستغرام، 8000 يتابعونا في تويتر في اسبوع على صعيد مؤسسات حكومية. ما في مؤسسة حكومية حققت هذه الأرقام في أسبوع. 14000 شافوا الحلقة في أسبوع على اليوتيوب. 4 قنوات تلفزيونية تنقل برنامج نيو كويت، قناة المجلس، تلفزيون الكويت، قناة الرأي، وقناة العدالة. مشروع إعلامي بصيغة حكومية إعلامية حديثة، عمرها الحكومة ما كانت تطلع بهذا الشكل، والله الحمد لأنه ثقوا فينا كشباب وحملونا المسؤولية، فقدمنا إحنا فكر إعلامي حديث. وشوف الأرقام أحمد. صحيح. أول يوم 500 يسبون نيو كويت، ثاني يوم 200 يسبون نيو كويت، ثالث يوم 100 يسبون نيو كويت، رابع يوم ما حد يطار نيو كويت، بعدين 10 يمدحون المشاريع، بعدين 100 يمدحون المشاريع، بعدين 200 يمدحون المشاريع، بعدين الحكومة جادة إن شاء الله بيبطلون مشاريعهم وتمشي وانتهت القصة. صحيح. فإذا عبدالوهاب قول بس هذه قصة الكويت يعني. قول بس بقول لهم إن أنت يعني أتوقع أول 16 شخص بالكويت يسمع الكلام من عبدالوهاب، لأن أنا شخصيا عيست، أنا ما أدري شنو السالفة، أنا عيست، وأنا حتى بيني وبينه ما كان يقول لي السالفة للأمانة. فمشكور عبدالوهاب على الثقة. زين نبي نتحكي بفلوس الحين. لازم فلوس خلاص. حتى بيزات وهب. قولي. وهب الميديا، سوشيال ميديا، خلي تراديشنال ميديا. كم توقعك بما أنك أنت أوردي من الأوائل اللي دشوا المجال، من الأوائل اللي أسسوا شركات في هالفيلد، كم رفلي ها؟ كم تكلفتها بالكويت؟ بس خلينا نتكلم عن الكويت. كم حجم الصرف قصدك؟ تقريبا حجم الصرف وحتى الإيراد. خلينا نتكلم عن الصوبين إحنا كشركات وك. شوف الأونلاين ميديا أو الأونلاين ماركتينج في قسمين، قسم الديجيتال اللي هو فيسبوك، جوجل، يوتيوب، ديجيتال، وفي القسم الثاني سوشيال. سوشيال في الكويت يعني لما نقول سوشيال ميديا أدفرتايزينج، الكويتي بالكويت سيلبرتي اندورسمنت. صحيح. في دولة ثانية يكون شيء ثاني، لكن بالكويت نقول سوشيال ميديا سيلبرتي اندورسمنت. تقديري الشخصي الصرف السنوي على 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 المشاهير بس تكلم عن 1.5 مليون دينار سنويا. اي السنه اللي قبلها كان وكل ما لي الدوبل. الله يزيد ويبارك. ايوه. ما اتكلم عن شركتي ولا ارباحي، انا كلمك اتكلم عن جنرال. اي واحد يعني يصرف تقديري الشخصي ما في رقم دقيقه. تكلم 1.5 مليون دينار. هذا 1.5 مليون يصير 2015 ممكن يكون 2 مليون 2 3 4 5 6 كل سنه، الا اذا انستغرام نزل اعلانات، وهو اللي فعليا الحين راح يصير. اذا انستغرام فيه. اذا انستغرام نزل اعلانات فراح ينضرب سوق المشاهير. راح ينضرب سوق المشاهير، راح ياثر عليه وايد. عبدالوهاب وايد. اي راح ياثر وايد وايد. اي لان انا بحكم تجربتي بتويتر مثلا، بتويتر البروموتد طق سوق المشاهير. صحيح. وبالتالي مشهور عنده 1 مليون في تويتر يدخل وايد اقل من مشهور عنده 100000 في الانستغرام. صحيح. عيب هذا البزنس ان انت ما تتحكم فيه. باكر واحنا قاعدين الحين شركه قيمتها ملايين، ابديت في الانستغرام راحت شركتك باللي فيها. صحيح. فهو سوق غير مستقر. صحيح. هو سوق مغري جدا. الشركات شويه، حجم الصرف عالي، مشاهير وايد، فما توهق انت فاوريدي موجود في وفي كاش بالمينون يعني. لكن احنا الحمد لله صدناها مبكر، لكن على يعني واحد يستثمر الحين ممكن يقط يعني عشان يدش لازم يقط فلوس وايد. صح. وبعدين تشيك باك ولا انستغرام سوي ابديت دي تروح شركته باللي فيها. صحيح. زين عبدالوهاب هذا السوق مو ستيبل. صحيح. اي نعم. زين
في شيء ثاني عندنا احنا نشوفه بالعالم موجود بالعالم كله نعم. وخصوصا اعتقد هني سرداب لاب الانترست بهالامور هذه اكبر واكثر. تكلم عن التكنولوجي نفسها مو الانفستمنت من الناس بس لان بالنهايه انت لما تتكلم عن سوق المشاهير بالنهايه هم اشخاص والناس مسويت لهم فولو او تتابعهم او مهتمه بشخصهم قبل لا تهتم بوات ايفر هم شو اللي يكتبونه او شو اللي يسوونه. انزين تكلم عن شق التكنولوجي اكثر بما انك انت عبد الوهاب قاعد تشوف الاوبورتونيتيز. يعني انا اللي عرفته انه انت اسست شركه فود اند بيفرجز بدايتها لان السوق كان يتحمل انت تدخل ولا الحمد اليوم شغلك ماشي تمام. ني حق السوشيال ميديا وبلشت بابروتش غريب عن الناس ولكن هذا اليوم الابروتش السايد وهذا الشيء الوحيد اللي سايد بالكويت. زين في اشياء ثانيه من الاساس احنا اللي نعرفها يعني على وجه التحديد خلينا نتكلم عن الابلكيشنز بالكويت. ليش سوق الابلكيشنز ما هو ماخذ حقه مثل سوق السوشيال اللي تفضلت فيه انت توك؟ واذا بعد ردك راح اسالك سؤال. زين خليني اقول لك انا شنو سويت عشان احمي شركتي من التقلبات هذه تمام. واللي هي اجابه غير مباشره على سؤالك تمام. لكن اللي تابعنا راح يفهم تمام. لان احنا في سوق غير مستقر ولكن لان الكاش وايد مثل النفط يستر العيوب صح. حتى في الشركات الارباح الزايده تستر عيوب الشركه صحيح. لكن بحكم ملكيتي انا المدير وانا المالك فانا احرص من الباجي في اني اعالج العيوب قبل لا تنكشف. يروح الكاش وتنكشف قدام الناس فانا كنت بديت من سنه تقريبا احاول اني انوع مصادر الدخل في اوميديا نفسها يعني ما يصير نطلع في التلفزيون وننتقد الكويت ونقول ما يصير دولة تعتمد على مصدر واحد للدخل وبعدين احنا لما نسوي شركة نعتمد على مصدر واحد للدخل فيعني من باب الأمانة يعني صحيح ومن باب الاستقرار صح ومن باب الاستقرار فيعني كنت ابي اسوي العاب عربية كابس ابلكيشنز اوكي وكنت ابي استفيد من قوة المشاهير بغير الإعلانات يعني المشاهير قوة حلو مؤثرة في عند الناس حتى لو يصير في اعلانات من انستغرام مو معناته ان قوه المشاهير تروح صح. لا الاعلانات توقف عليهم صح. بس قوتهم راح تبقى موجوده صحيح وبالتالي احنا نبي نسوي افكار جديده بحيث ان نستفيد من قوه المشاهير بشيء غير الاعلانات تمام من الاشياء اللي انا كنت يعني ابي اسويها كنت ابي اسوي راس مال معين ومبلغ معين للاستثمار في الالعاب العربيه وأنا عندي شبكة من المشاهير بحكم طبيعة تعاقداتنا معهم إن هم ينشرون هذه الألعاب وبالتالي الناس تسوي عليها داونلود وبالتالي الفلوس من وين أخذها من إعلانات الألعاب أو من الداونلودز صحيح وبالتالي لو إنستغرام ينزل إعلانات عندي أنا الأبليكيشن هذا يدخل لي فلوس صحيح واضح لكن مع الأسف كانت مجموعة كبيرة يعني وايد اجتماعات السوق هذا ما في وسط سوق الألعاب أما بالملايين في سان فرانسيسكو سيليكون فالي أو إنه يعني خرابيط مو بزنس قعدت مع شركات كويتية مع الأسف إحنا كدولة غير جاهزة اليوم لتبني مشاريع ضخمة على صعيد الفريلانسرز على صعيد الشركات حتى المتطورة ما هم يعني الكويت مو جاهزة الكويت اما اللي يعتمد على الهند وهذا اللي يعتمد على الهند مو سكيور بالنسبه لي انا ابي واحد يسوي لي الاب داخل عندي بالكويت فمره مرتين ثلاثه حسيت اني ما راح اقدر اطقها يعني فوخرت ولكن ظل عندي هاجس شلون انا استفيد من المشاهير من غير الاعلانات هذا التحدي حق عبد الوهاب وحق اوميديا ان انا شلون استفيد من هذا المشهور بدون اعلانات انا بروحي انا وياه بروحنا نستفيد فعندي فكره راح تنطلق إن شاء الله خلال 6-7 أشهر بس هذه أعتذر ما راح أقدر أتكلم عنها لكن هذه راح تحقق طفرة بإذن الله إذا تحققت وبرأس مال كبير يعني نتكلم إحنا قد يوصل لـ2 مليون دينار هذه الفكرة إذا تحققت راح تخلينا نتخلى عن إعلانات قبل لا الإعلانات تخلى عنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها يعني واحنا بدينا خطوات عمليه ولكن سريه بالكامل تمام راح نعلن عنها في حزتها تمام
من الأفكار أيضا شبكة أسنان. أسنان في مليون خدمة إخبارية في الكويت، ولكن ما في وكالة إخبارية في الكويت. كلهم يبون يصيرون الوطن والرأي، ما حد فكر يصير رويترز صح في السوشيال ميديا. فإحنا قلنا إيش حق نصير الوطن والرأي؟ إحنا نصير رويترز ونغذي كل هالخدمات، ومنها نستفيد من الإعلاميين المؤثرين سياسيا في تقوية هذه الشبكة. وبالفعل خاطبنا أكثر من 20 أكاونت ودشوا معنا في ملكية أسنان. وأسنان والله الحمد انطلقت قبل شهرين، واليوم عندها 30,000 متابع بدون لا نصرف ولا دينار. هالثلاثين ألف متابع إذا بعد سنة إن شاء الله يصيرون 100,000، وبعدها نطلق أبليكيشن اسمه أسنان، والأبليكيشن هذا يصير فيه إعلانات، نكون إحنا شنو بدينا ندخل فلوس بدون ولا إعلان. صحيح. الأبليكيشن هو اللي بروح يجيب إعلانات، واستفدنا من المشاهير وعطيناهم حقهم في ملكيتهم في أسنان في إنه يستفيدون معنا في هذه الأرباح. تمام. فلاحظ عبد الوهاب إنه هم نلف وندور وآخر شيء نوصل حق إنه لازم يصير فيه أبليكيشن. آخر شيء أبليكيشن هو اللي طلع الفلوس. طبعًا. لاحظ يعني تحت مكانين قلتهم. إيه شنو؟ لا إنستغرام شنو؟ إنستغرام شنو؟ إنستغرام أبليكيشن. صحيح. التويتر أبليكيشن. إيه فأنت عندك هذا. الأبليكيشن هو أساس انطلاقنا يعني. زين. وبالتالي بدأ لازم أنا أتحكم بالأبليكيشن. صح. مو الابلكيشن اللي يتحكم فيني. صحيح. اليوم احنا وضعنا في الكويت الابلكيشن يتحكم فينا بحكم انه مو احنا اللي مسوين الابلكيشن، بحكم انه احنا مو مسوين الابلكيشن. لكن مع الوقت اذا صار عندنا ابلكيشن احنا نتحكم فيه. وبالمناسبه الحين احنا انا ومجموعه من الشباب الكويتيين بدينا نستثمر في ابلكيشنز على مستوى انستغرام وعلى مستوى تويتر في سيليكون فالي وفي سان فرانسيسكو. صحيح. ومن هذه ان شاء الله يعني نربح نخسر الله العالم. صحيح. لكن الآن إحنا مجموعة من الشباب صار عندنا مقعد في مجلس إدارة شركة تلي. شركة تلي اللي هي منافسة لنت، هي يعني the future of TV. يعني إن شاء الله نكون منافسين حق نتفليكس. الفوكس مالنا ميدل إيست. هذه الشركة اليوم قيمتها أعتقد وصلت 30 مليار. 30 مليار كفاليو. والله ما أذكر بالضبط التفاصيل، أنا مو زين بالرياضيات ولا زين بالبزنس، مش كان أدرس علوم سياسية ودشيت بزنس، فالباك جراوند الأكاديمي عندي وايد ضعيف، أحتاج ربعي على طول وياي عشان يعطوني الأرقام الصح. ولكن اليوم إحنا النقطة اللي أنا بوصلها أن اليوم إحنا مجموعة من شباب الكويت بدينا نستثمر في أبليكيشنز بمستوى إنستغرام بمستوى تويتر، بحيث إن إحنا كلنا بورد ممبر يمثلنا في هذه. يعني تخيل أنت الكويتيين يملكون 20% في إنستغرام ولا 20% في تويتر. تفرق وايد الحسبه، تفرق وايد الحسبه. صحيح. حتى في طريقه الابديت على مستوى الكويت. صحيح. واحنا يعني والله الحمد يعني كشباب يعني كويتيين سباقين في هذا المجال، وان شاء الله يعني ان الكويت تبدي تتملك ابلكيشنز على مستوى العالم. سؤالي، لو في ابلكيشن بالكويت كويتي الابلكيشن يا عبد الوهاب، اي وشفت انه انت شفت انت ويا اللي وياك المجموعه شفت انه في منه جدوى الابلكيشن، اي ويكون الديفلوبرز اللي مسوينه كويتيين 100% وما فيها روح تعال، اي هل ممكن مستقبلا ان او ميديا او غير او ميديا ان نعم تستثمر بهالنوع من الابلكيشنز؟ اي طبعا. وقدمنا احنا قدمنا عروض حق بعض المشاريع الإلكترونية، يعني قبل أن نسوي أسنان قدمنا عروض إنه يعني نشتري بعض المؤسسات الإعلامية الإلكترونية متخصصة في السياسة، لكن إلى الآن الكويت ما هو سوق يعني ناضج، يعني تعطيه مبلغ كبير يقول لا هذا معناته الموضوع أكبر وأنت جاي تأخذ رخيص، تعطيه مبلغ صغير يقول لك ما يسوى، يقول لك ما يسوى. حتى التفاوض ما عندنا قاعدة، يعني هناك مثل سيليكون فالي أول شيء لما يشتري يقول لك أنت كم الداتا اللي أنا ممكن أستفيد من وراها، اليوزرز حجم اليوزرز، يعني في أرقام، فأنت تشتري رقم ما تشتري أبليكيشن. إحنا بالكويت ما إحنا جاهزين لا على مستوى تكنيكال في إن إحنا نسوي أبليكيشنز بهذا المستوى، ولا حتى على مستوى الوعي في الاستثمار. وهني ندخل على موضوع طلبات راح يحقق نقله
نوعية كبيرة في الاستثمار في التك كومبانيز بشكل عام. راح يخلي شيباننا يعني لقينا لهم حطوا فلوس في الصندوق الفلاني المعني في الاستثمار يحطوا. قبل يقول لك اقلب وجهك روح اشتر لك عمارتين ابركلك. صحيح. اليوم يقول لك والله ممكن احط لك 100,000 200,000. اي صح. اذا تسوي لي نفس هذا الولد اللي شرى مال المطاعم بجره. ف اليوم حتى شيباننا وبنوكنا بعد صفقه طلبات ومع ندره الفرص في الكويت وتضخم العقار والى اخره يقول لك انا خل ابدي يعني شوي استثمر يمكن تضرب معي. صحيح. فهذا الشيء راح يعزز السوق في الكويت. واعتقد ان احنا راح نكون باذن الله سيليكون فالي الخليج ان شاء الله. ان شاء الله سرداب بلاب. يلا متى شو اسمه متى نصير سيليكون فالي الكويت؟ تمام عبدالوهاب. انا ادري انه بس لانه عندك كم هذا بس اوكي كذي. انا ترى بس سالته احنا كاجوال قعدتنا كذي ويا عبدالوهاب. ففي احد عنده انا ترى خلصت ما راح اساله بعد اسئله. في احد عنده سؤال يبي يسال عبدالوهاب؟ تفضل. اتوقع الله علي البرهاني اتوقع ردة الفعل هذه ما ودي على تشوف الشخصانية بس هل ان شافع مثلا ان ثرفت عليه يعني كانه خطر ان هذا المشروع طلع مع انه كان وراء المشروع ولا طلع وتبنت الحكومة ولا لانه كان في عداوة شخصية بين الناس من الداخل يعني ردة الفعل اللي انا فهمته من علي وانا ما ابي اتكلم عن شيء ما عندي دليل. انا ليش تكلمت على السالفه كلها اللي قبل شوي؟ لان عندي كابتشرز. فباكر الحين انا اتكلم وباكر تقول لي انت الحين تقطعني بسؤال وتقول لي شنو دليلك وما اقدر اجاوبك مصيبه هذه. فانا ما كنت ابي اتكلم عن المكالمه اللي صارت بيني وبينه لان هذه المكالمه ما اقدر اثبتها يعني ما اقدر اثبتها بكابتشر او شيء. ولكن دام انك سالت يبدو لي ان بعد ما صار في جديه حكوميه في المشروع صارت ان انا بمسك كل شيء بدون عبد الوهاب. و ما ابي انا يعني ما ابي اقول شنو قال لي امانه لان هذه شيء مصيبه على الاسف يعني. بس انه هي يعني ما ادري شلون اجيبها والله ما ادري شلون اجيبها. لكن لما صار في تجاوب حكومي صار في محاولات القفز على عبد الوهاب وهذا القفز رد من مجلس الوزراء. واضحه؟ يعطيك العافيه. بغيت اسال في بعض الاشخاص ما يحبون يقولون افكارهم السياسيه عشان يمكن يعني من الاوبرتونيتيز في البزنس وكذي يقولون لا هذا عبد الوهاب مع ناس الفلانيين او ما ابي احتك معه يمكن في ناس ياخذون علي انا تابع حق فئة معينة. شلون انت شنو شايف او ميديا مثلا كمثال هل في اشخاص ما يحبون يتعاملون معك على موقف خذيته موقف سياسي او وجهة نظر سياسية؟ انا ما عندي مواقف سياسية نهائيا وبالتالي ما عندي خصوم سياسيين واشتغل مع الكل. وميديا في فترة انتخابات سوت حملات كامبينز حق نواب معارضين في مجلس الأمة ونفس الوقت نشتغل مع مؤسسات حكومية. فأنا ابتعدت عن إبداء الموقف السياسي لسببين. أولا لأن الواقع السياسي يعني آسف على الكلمة بس مو كفو الواحد يبدي رأيه بشكل أو أنه يعيش الدور مصجة. واقع سياسي سيء ولا بيكون طرف فيه ولا باسمي يسجل في الحقبة هذه من تاريخ الكويت. أنا توني صغير عمري 26 سنة زين العمر قدام. إذا صار واقع سياسي أفضل ممكن يكون لي دور سياسي أكبر لكن هذه الحقبة اللي احنا عايشينها يعني الأجيال الجاية راح تنظر لها بنظرة يعني نظرة مو زينة. ما أبي اسمي يكون مع مربوط في هذه الحقبة ولا طايفني شيء يعني ولا أنا في آخر عمري اللي أنا ما حطيت اسمي في التاريخ السياسي الكويتي. إن شاء الله العمر قدام وإن شاء الله الحقب الجاية تكون أفضل وبالتالي الواحد تكون مشاركاته السياسية أوسع.
فهذا السبب الأول. السبب الثاني لأسباب مصلحية بحتة. اليوم أنا ما أقول لك أنا أستخدم يعني مرات يعني نستخدم نفوذنا الإعلامي لحماية مصالحنا، لحماية خاصة حق على الناس اللي يعتدون علينا، سواء موظفين في وزارة شؤون أو موظفين في بعض المؤسسات الحكومية. نستخدم نفوذنا الإعلامي لحماية مصالحنا. أي واحد يقول غير هالكلام كذاب. أي واحد عنده نفوذ إعلامي وعنده بزنس ويقول أنا أفصل هذا عن هذا كذاب أو غبي، واحدة من ثنتين. ما في يعني بالنهاية إحنا نتكلم عن بزنس، نتكلم عن مصالح، وبالتالي نستخدم بعض الأحيان مرات يعني نفوذنا الإعلامي بحدود معينة لحماية بعض المصالح. يعني في إجابتي واضحة؟ تفضل يا أبو ولد. حياك الله. سؤالي اللي وايد مهم اعتبره حق شباب وايد اللي بلشوا البزنس او اللي راح يدشون في البزنس في الاجدام كانتربرنورز، او ميديا كانت واحده من اول الشركات اللي دشت في الميديا سيلبرتي اندورسمنت او السوشيال ميديا بالكويت. الحين اتذكر الحجم 2011 تقريبا، بدايه 2011، ودشوا عقبها شركات وايد. شلون عبد الوهاب العيسى او او ميديا كاورجنايزيشن او كسمول بزنس قاعد يتعامل مع المنافسه اللي موجوده؟ اليوم احنا في عندنا مشاهير موقعين معاهم صار لنا اربع سنوات تحويلاتنا الماليه نظيفه، فلوسهم ياخذونها بالكامل، مستوى المعلن يعني براند قوي. بالنسبه للمشاهير ان نكون اعضاء مع اوميديا ضمانه لاستمرار تدفق مالي معين، وبالتالي مهما طلعوا شركات ممكن ما التزم حصري مع اوميديا لكن اشتغل مع باقي الشركات، لكن لا يمكن اني اهد اوميديا. ليش ما تهد اوميديا؟ لان هذه والله صار لها اربع سنوات فلوسهم ترانسفير بشكل مستمر، من اربع سنوات ما عندي شكوى واحده، مريحين بالتعامل، مو قصب انزل الاعلان. حتى في طبيعه عقودنا مو اكسكلوسيف، اغلبها ترفض الاعلان، ما اجبرك على الاعلان، ما اسالك ليش رفضت الاعلان، التاريخ الفلاني تنزل لك تكلفة اعلاناتك، ما اشوفك ما تشوفني، كل شيء اونلاين، مريحة. هذا الشيء خلينا ناخذ احنا الاسعار من المشاهير بافضل من غيرنا. يعني اللي يشتري الاعلان من عبد الوهاب دينارين او ميديا تشتري بدينار مثلا، وبالتالي احنا لما اني نبيعه بالسوق نبيعه بكم؟ ارخص من منافسينا، صح؟ هذا الشيء خلى أوميديا تعيش أربع سنوات وما زالت عايشة والله الحمد، كل سنة الريفينيو يتضاعف، مشاهير يحبوننا. إحنا مو أحسن ناس ندفع فلوس، كل شيء إحنا أقل ناس ندفع فلوس، يعني يسمونا جعوز السوشيال ميديا. لكن يقول لك في شرائح معينة ما حد قادر يجيبها إلا عبد الوهاب، عملاء معينين ما حد قادر يجيبهم إلا عبد الوهاب. أحرم نفسي منهم ليش؟ وعملاء كبار، إيش حق أحرم نفسي منهم؟ فوق هذا الريال أربع سنين بيو، يعني ما في مشكلة. إحنا الشركة الوحيدة اللي والله الحمد ما عندنا أحد يطلع، يعني على عدد المشاهير اللي اشتغلنا معاهم عدد اللي طلعوا من أوميديا 1%. أيونك ناس يقولك لا تقطع علي رزقي، ما تبي تزيد لا تزيد، بس خلنا نشتغل مع غيرك. وأنا على طول أوافق، عشان شيء ما حد زعل وطلع. تقول لي فلان يعطيك قيمة إعلان أكثر من أوميديا، أقولك صح، لكن بالشهر الكاش صجي منو أكثر؟ يقول لي صح، لكن نوصل حق اتفاق. فهمت علي؟ فأيضا وجودي أنا في الشركة بحكم شبكة علاقاتي الإعلامية، وايد ناس تبدي أوميديا على منافسينها بس عشاني، يعني تطيبة خاطر، كانوا ياخذ بكل شفافيه. وهذا اللي يسحبني حق السؤال الثاني. اليوم عبد الوهاب العيسى هو الاساس، او خلينا نقول الانفلونس المؤثر الاساسي. نعم. على اساس يجيب بزنس وانكم للمشروع نفسه. نعم. لو عبد الوهاب العيسى اليوم قرر انه نوعا ما
يسلم الإدارة لشخص معين، شخص ثاني غير عبد الوهاب العيسى، وعبد الوهاب العيسى خلنا نفرض بيكمل دراسته بغيب عن البزنس لمدة سنة، هل البزنس بإمكانه يستمر عدم وجود عبد الوهاب فيه؟ يستمر ما يستمر، يستمر إن شاء الله زين، لأن صار عندنا كوننا علاقات مع مجموعة كبيرة من العملاء. أغلب عملائنا اليوم هم عملاء قدم يتصلون على أوميديا بدون لا يكلموني، وهذول العملاء موظفينهم تغيروا، يعني واحد ترقى واحد استقال اليوم موظف جديد يتصل على أوميديا ما يدري أن عبد الوهاب هو المعني، لأن أوميديا مو بس أن عبد الوهاب، أوميديا تعطي أفضل سعر، أحسن تشكيلة مشاهير إلى آخره. فكثير من الناس اليوم تعاملون مع أوميديا ما يدرون عبد الوهاب برا الموضوع. لكن السؤال، هل هي راح تكبر بهذه السرعة؟ توقف تنزل إن شاء الله لا، لكن هل راح تكبر؟ أنا ما عندي إجابة، على حسب الأونر الجديد أو المدير العام الجديد. مدير عام جديد هينة، لكن الأونر إذا تغير هني تفرق. مو لازم تكون مدير عام عشان أجاب لك، يكفي إنك مالك الشركة، عدل ولا لا؟ عبد الوهاب راح يبقى إن شاء الله مالك الشركة، فبالتالي حتى لو يطلعوا من الإدارة اليومية ما راح تأثر الشركة. صح. وإذا انباعت، باعها عبد الوهاب، حتى كيف هذا اللي يشتريها؟ نزلت ما نزلت، ما لي شغل فيه. أنا خذيت بيزاتي ومشيت. عدل؟ في شغلة وايد مهمة، يعني أوميديا عرفت في برودكت أو سيرفس معينة ما تغيرت، نفس السيرفس نفس البرودكت اللي هي مين سيلبريتي إندورسمنت حق برودكت ولا سيرفس. في كتاب قريته اسمه أنليش ذا أيديا فايروس حق سيت جودن، يتكلم إنه في بعض الأحيان مصداقية السيلبريتيز لما يسوون إندورسمنت حق برودكت أو سيرفس تتأثر زين من ناحيه ان استقبال العملاء لمنتج او خدمه معينه او اعلان معين، لان يدرون ان الشخص هذا تم مدفوع للمبلغ الفلاني لدعايه المنتج او الخدمه هذه. أوميديا شلون قاعد تتعامل مع السليبرتيز ومع البزنسز بنفس الوقت علشان ما تاثر على مصداقيه السليبرتيز؟ هذه واحد. اثنين، شنو الكرياتيفيتي او الانوفيشن او الابداع الموجود في أوميديا علشان ما تعتمد على برودكت او سيرفيس وحده؟ هل عندك انذر سيرفيسز اللي قاعد تقدمها، ولا هذا الاعتماد الكلي؟ خلينا نقول هذه جزء كبير من الانكم اللي قاعد يجي بالنسبه لك ك 80%. نعم 99 وانت صاج بعد مو 80. وانا جاوبت عنها بشكل مفصل قبل شوي، بس يمكن انت ما لحقت عليها، لكن ارد اعيدها باختصار. كلامك صح، احنا في وضع خطر، مستقبل الشركة غير مستقر إذا استمرينا في هذا الطريق. ولذلك احنا بدينا نستثمر في مشاريع، واحدة من المشاريع اللي احنا استثمرنا فيها مثلا تلي على سبيل المثال، احنا مستثمرين في شركة أونلاين جديدة راس مالها راح يوصل 2 مليون في الإي بزنس، مرتبطة بالمشاهير، هذه راح تحقق طفرة إن شاء الله كبيرة، راح نعلن عنها خلال 6 أشهر. بلشنا تنفيذ لكن ما تكلم عن الفكرة، سوينا خدمة إخبارية اللي هو الأسنان، بحيث ان احنا نبدي نملك ابلكيشنز، يكون عندنا شبكه ابلكيشنز خاصه فينا، وبالتالي احنا كشركه خذينا هالخطوات. الموضوع الاخر موضوع مصداقيه السليبرتي من 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 عدمه، هذا الشيء يرجع للسليبرتي نفسه، انا ما لي علاقه، انا رجل وسيط دلال، هذا المشتري وهذا البايع، اوفق بينهم واخذ اللي بالنص. وبالتالي بس بشكل عام في السوق صار عادي عند المشهور يقول ان انا اخذ فلوس مقابل الاعلانات، وما في ضرر على المصداقية. أنا ما أخذ فلوس، أنا أقول الحين قدام الناس خذ فلوس عشان أقول في أكاونتي إن في معرض عقار في ريجنسي، لا خالفت شريعة الله سبحانه وتعالى، ولا خالفت قانون الكويت، ولا كذبت على متابعيني. لا أنا مو قاعد أتكلم من الجانب هذا، يعني عن شق المصداقية. مصداقية. أنا اليوم بقول إن هذا المنتج جابوه أو تشوفوه أو طالعوه. إيه. مع الوقت الناس ما راح يعني أنا فهمت قصدك. إحنا ما نقول حق الناس هذا المنتج زين ولا شين، إلا اللي يقبل على نفسه. اليوم أنت تعطيني مكدونالدز مثلا، يقول لي عبد الوهاب أنا عندي كامبين على البرجر الفلاني، إحنا شو نقول؟ نقول مكدونالدز أطلق البرجر الفلاني زين شين، كل واحد اللي يجربها. في ناس نقول لهم جربوها وقولوا رأيكم، وانتقدوا الأشياء، يعني في أكثر من نوع، وبالتالي ما في أثر على المصداقية لو أنا أنزل إعلان وكل الكويتيين إعلان ترى في معرض عقار بريجنسي، وين لأن هذا
الان اغلبيتهم اغلبيه الاعلانات كذي اغلبيه. نادر جدا اللي هنا واحد يقول ابي ريفيو مدحوا لي اياه. لا في ناس كذي يعني، مو بس احنا ما نرفض، احنا ما لنا حق يعني، لازم نوصل نقول حق المشهور ما لنا حق نرفض. ف وربعنا قاعد يرفضون يعني. عبد الوهاب، عندي نقطه ويا خالد. انا خالد بالنسبه لي عندي وياه هذه اللوف هيت ريليشن شيب، انا وخالد الزنكي هاي خاصين منها هذه يعني. ما اقدر ادش وما القاك وهم عندي اخر خلاص. بس عشان انا بس منى، في سؤال ولا في سؤال بعد ولا كنا نطول سؤال؟ يلا قولي. اي تفضلي. بعد متشن لا، السؤال الاول لو احد يريد تنصحه في مجال معين، شنو هو هالمجال؟ السوشيال ميديا، وات ار يو اكسبيرت في السوشيال ميديا؟ از بوليتكس، از بي ار، شنو هو وشنو النصيحه هذه؟ الشيء الثاني، شنو الاخطاء اللي طحت فيها؟ ام شو طحت اخطاء ودك غيرك تعنف عشان ما تجرب نفس الشيء؟ الشيء الثالث، اليوم مثلا سرداب لاب او اي ستارت اب، احنا مثل ما انت شنو كنت تاع كلمه ما يلي اسم من الجوس، احنا ما نصرف على ماركتينج اليوم. What would be the most effective way in order for me to spread awareness about my brand بدون ما ادفع؟ Is it او ادفع اقل شيء؟ Is it اني اروح ما عجبك السؤال احمد؟ اي كنا شو اسمه ها؟ اي بالمكان الغلط اخر سؤال. انا في ايش تصرفين عندي؟ انزين اول شيء كان ابلكيشنز، فكره يعني ابلكيشن، فكره جديده ما حد سواها. اي واحد يسالني اقول استثمر في هذا المجال. بس ما انصح يقط فلوس، في فرق انه يستثمر مو معناته يقط فلوس، لان هذه نسبه الربح والخساره، نسبه الريسك وايد عاليه. لكن في الفتره هذه كبزنس اوبورتونيتيز خاصه في بلدنا، مطاعم كل من سوى مطعم، عقار متضخم، بورصه موليه، مصبغه وحلاق انتهى زمانهم، يعني شو نسوي؟ فكره ابلكيشن اعتقد افضل مكان الواحد انه يستثمر وقته، مو فلوسه، يستثمر وقته فيه ويحط 10% من المبلغ اللي هو مفره في هذا، وبعدها في صندوق الدعم اذا الموضوع يسوى يدخل انفسترز او انه يكبر الموضوع. بس لا تقط فلوسك في الابلكيشن، ولكن قط وقتك في الابلكيشن. هذه الاجابه الاولى. الاجابه الثانيه على موضوع الاخطاء وايد، بس انا ماخذ قاعده ان استمتع بالفشل وما يضايق خلقي وما افرح بالنجاح. تحدي صعب لكن بديت فيه مبكر والحمد لله كل ما له يصير اسهل علي. استمتع بالخساره، اسولف عنها اكثر من اسولف عن قصص فشلي حتى بيني وبين اللي حولي اكثر من قصص نجاحي. هذا الشيء يخليني من داخل مرتاح. ما يعني ما وايد قصص فشلي بس صغير، يعني ما عندي شيء معين اقوله. طبعا كان عندي مشاكل في الوعي القانوني والاجراءات الدوله، وطحنا بمخالفات وايد خاصه موضوع المطاعم يعني، بس مو انترستينج يعني، بلشنا بدون رخصه وبعدين مخالفون يعني كذي، هذه المشاكل اللي تواجه. لكن كثير من الاخطاء، بس ما عندي يعني خطا معين فادح يعني، ان شاء الله ما يكون يعني ما تفهمين عليك، بس ان شاء الله يكون ان شاء الله انه ما يكون عندي خطا فادح، لكن اخطاء اليوميه المعتاده. آخر سؤال. آخر سؤال اللي هو كان عن زيرو بادجت. زيرو بادجت. كونتنت إز كينج. كونتنت إز كينج. سوي كونتنت صح. يعني سوي خلقي كونتنت وخليه هو بروحه يروح. بدل عتيبين عبد الوهاب العيسى يبي مال سناب شات اللي سوى سناب شات، وشوف يصير داب لاب. وين يروح؟ شلون راح الناس تسولف عنها؟ يعني شلون تبينه ما ادري، لكن تعبي على
الكونتنت اللي بتطلعينه حق واحد اثنينه وبعدين ما راح تحتاجين تصرفين فلوس، ما راح تحتاجين تصرفين فلوس. سوي شيء قوي الناس. احنا مثلا انا عندي شركه سوشيال، انا عندي شركه سوشيال ميديا، مطاعمي ارخص سعر ياخذونه باي فار. زين، سويت ذا جروف مثلا، سويت ذا جروف، صرفت مثلا على لوكيشن وسويتها بفكره جديده، خذيت جبال بورصه، كان سكند كاب قبل حق اللي سكند كاب، شرينا لوكيشن سويناه بطريقه انه هو حديقه في عز الزحمه في قلب الكويت، في عز الزحمه وصخب ولويه البورصه وراك المجلس وعقبه، سوينا حديقه هاديه بالنص شي طلعت فروم نوير. الناس كانوا يسوقون لنا، كل واحد قام ما قطينا دينار ماركتينج، وانا املك شركه سوشيال ميديا، وانا املك شركه، ما احتجت حتى اني انزل اعلانات برخص التراب. ليش؟ لان خلقنا شيء جديد والناس حبته، وهم قاعد يسوقون، خلقنا كونتنت حق اكونتاتهم. صار وناس اني اروح ذا جروف واصور الحديقه فصار كامبين قوي. واليوم عندنا احنا فوق ال 20,000 فولور في ذا جروف بدون ولا اعلان، بدون هذا شنو هذا. عندنا اوميديا نفس الجروب، ما احتاجنا اوميديا، نفس الشيء في سرداب لاب، بس ما يوصلك 20,000. ما يوصلك 20,000. وانا ترى ما حطيت وايد مكانتي الشخصي والله. ها اوكي لهب سؤال. اي تفضل. هذا مني انا ما لهم شغلهم. منو لما؟ بنتي لما عمرها اسبوع. عبد الوهاب تو جايت لبنت، حياك منه مشكور عبد الوهاب. بس عبد الوهاب لحظه، شوف احنا سالناك منو لما لان سرداب لاب جايبين شيء مو حقك. ما شاء الله لما جزاكم والله الف خير، تستاهل يا عبد الوهاب، ما قصرتوا عاد ما شاء الله. عبد الوهاب كبتها انترس، شفت شلون؟ جزاكم والله خير، ما قصرتوا، مشكورين. شفت شلون؟ زين جزاكم والله خير، ما قصرتوا، انت شرف والله. عبد الوهاب مشكورين، ما قصرتوا، يعطيكم العافيه، حياك الله. والمكان مكانك بعد خلاص الحين، الله يجزاك، اكيد ما في شك، ما في شك، يعطيكم العافيه. وي خلاص شالوي مشكورين، يعطيكم العافيه، حياكم الله. مشكور مشكور، ما قصرت، جزاك الله الف خير، الله يسلمك ويخليك.